حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في عدد هذا اليوم نستضيف الدكتور صلاح الكبيسي من العراق. أهلا وسهلا بك دكتور، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياكم الله وبياكم، تشرف بوجودي معكم اليوم في هذا البرنامج الرائع، شكرا جزيلا لكم. هناك إلحاح يسكن بال الشاعر دكتور صلاح في بداية اللقاءات كرسالة يود توجيهها دائما، من خلالها يضع ذاته على الطريق، طريق الهدف، طريق الفكرة، طريق الرسالة، ومن خلالها أيضا يحرض الآخرين على حمل مشكات الهدى لينيروا الدرب للقادمين من السابلة. رسالتكم في بداية هذا اللقاء، انطلاقا من كونك شاعرا في البداية وأكاديميا بالدرجة الثانية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان هناك من حمل رسالة الشعر منذ أول بيت شعر كتب عبر التاريخ، فلا بد أن يكون عراقيا، وهو فعلا كان عراقيا. لذلك أجد أن رسالة الشعر في العراق تنطلق من منطلق الوطنية أولا، ومن منطلق المحبة لهذا الوطن وللعروبة جمعاء. وكل بلد يرى ما رآه العراق ويتعرض ما تعرض له العراق سيحمل نفس هذه الرسالة ويحمل نفس هذه المشكات التي حملها شعراء العراق وشعراء سوريا وشعراء اليمن، شعراء مصر، شعراء السودان، الجزائر وكل الدول العربية. لذلك أجد أن أول سطر في هذه الرسالة، في رسالة الشعر، أن يكون الشعر نبيلا قبل أن يكون وزنا وقافية، وأن يكون مملوءا بالحب لا بالهجاء. فأنا شخصيا ضد مبدأ الهجاء في الشعر. نعم. وإن كان المقابل من يوصف بالهجاء مستحق لهذا الهجاء، لكنني أرى أن يترفع الشاعر عن ذلك. هناك من قال ولد الشعر في العراق ونشأ وترعرع ونمى في الشام واليمن. نعم. رأيك بهذه العبارة؟ أنا لي بيت أقول فيه: لا تلمني، خلق الشعر عراقيا، كلما أردوه ميتا عاد لي حيا. عندما أرى الآن أسترجع التاريخ من امرؤ القيس إلى المتنبي إلى 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 أصل إلى أحمد شوقي الذي هو في الأصل شاعر عراقي، وإن كان ولد في مصر هو في الأصل عراقي، من أب عراقي، عبد الرزاق عبد الواحد الجواهري، بدر شاكر السياب وما إلى ذلك. وأجد الآن شعراء في العراق لا يقلون شأنا، منهم على سبيل المثال ناجي إبراهيم من الفلوجة، ربما لم يحظى بفرصته في الشهرة لكنه شاعر كبير جدا بمعنى الكلمة. ياس السعيدي، معتصم السعدون، محمود فرحان، والقائمة تطول. دكتور جاسم محمد، جاسم محمد جاسم صديقي الرائع، شاعر الصراف كبير، وليد الصراف، بسام محمود، مؤيد نجرس، شاكر الغزي، شعراء كبار بكثرة يعني. صادق عبد المعين الذي أيضا لم يحظى بالشهرة التي يستحقها حقيقة. محمد ناظم، هذا الشاعر الشاب صغير، أعتقد تخرج من كلية الطب هذا العام، شاعر ما زال في 22 أو 23 من عمره، لكنه شاعر مبدع جدا. من شعراء الشباب أحمد آل غبشة، سامر المربد، يحيى الرحال، خالد الحسن أيضا، خالد الحسن شاعر متمكن وما إلى ذلك. وفي سوريا واليمن هناك مسألة حقيقة، الشاعر لا يصبح شاعرا، الشاعر يخلق شاعرا. أحسنت يا دكتور. نعم، هناك ظروف قد تغير وجهة الشاعر، تغير اتجاهاته، تغير قناعاته. مثلا في سوريا بعد غياب نزار قباني هذا العملاق الكبير لم يتوقف الشعر في الشام أبدا، خصوصا بعد الأحداث التي جرت في سوريا، فبرز شعراء. صحيح. أصبح توجه الشعر في سوريا وطني بنسبة 90% باتجاه المأساة التي يمر بها شعبنا السوري، وأسأل الله عز وجل أن يفرج عنهم. آمين. كذلك في اليمن عندما توفي البردوني أيضا لم يتوقف، لدينا الآن يحيى الحمادي، عمار الزريقي، أنس الحجري وغيرهم وغيرهم. ظروف اليمن أيضا دفعت الكثيرين منهم الآن إلى أن يكتب قصائد وطنية. هذا لا يعني أنه بقية الأغراض في الشعر ليست شعر، لا طبعا، لكنه واقع الحال يوجه قلب الشاعر قبل قلمه باتجاه، بحيث أنه ليس هو الذي يكتب القصيدة بل القصيدة هي التي تكتب الشعر. خذنا إلى إحدى قصائدك
التي تكتبك قبل أن تكتبها؟ القصيدة التي تود الافتتاح بها، تفضل. القصيدة التي أود الافتتاح لو كان علي يعني الخيار لي أبدأ بصبر الزيتون. إلى صبر زيتونك إذن، لعلنا نتفيأ ظلاله. قول كتبتها في مصر، زرت مصر، كنت مدعو لمهرجان فأكملتها هناك. نعم. أقول وجاءك من أقصى القصيدة من يسعى، وجاءك من أقصى القصيدة من يسعى، دفاتره شوق وأحرفه صرعى، قصائده نزف فكيف يلمها، أيجمع زرع بعدما خانه المرعى، دماه على أثمار أبياته غدت، وكم نقع أغصان أسطره نقعى، ومن سمرة البارود لون قصيده، وكم أحرق البارود في ثوبه الزرعى. تعالى تعالى، ولما شاخ عكازه انحنى، ومات كان التيه في دربه يسعى، أمانيه طفل مذ تيتم صبحه، تسلت هموم الليل في خده صفعى، وحين استفز الماء لوعة ملحه، أناخ بجرح القلب يستعذب اللسعى. أناخ بجرح القلب يستعذب اللسعى. له صبر زيتون تفجر زيته لهيبا على خديه حتى غدا دمعا. الله. له صبر زيتون تفجر زيته لهيبا على خديه حتى غدا دمعا، له وجه مهموم تكسر ليله، شظايا من الشكوى تعير الفضا سمعا، وفي كفه قمح تجذر صبره، أطاع رحى كفيه كي يطعم الجوع. به حزن طوفان تأخر وعده، ولما ابتنى فلكا أعاقوا به الصنعة، ولما ابتنى فلكا أعاقوا به الصنعة، وكم بات من خوف التوابيت فيه، لا يرجي من الدنيا إلى أمه الرجعة، فلا تقصصي للناس محنة جوعه، فما عاد في التابوت من يطلب الرضعة، فلا هو موسى كي يشق بحارهم، وما بيديه اليوم من حية تسعى، فأي عصا للصبح تلقف ليلهم، إذا ما حبال الفجر دست له أفعى. هو المبتلى، هو المبتلى بالنخل حين تيبست ضفائره، فاستحلف الماء أن يرعى به وطن، سلوا عليه سيوفهم وطافوا على جثمان وحدته سبعة، وطافوا على جثمان وحدته. به وطن سلوا عليه سيوفهم وطافوا على جثمان وحدته سبعة، تنادوا ألا فغدوا على حرثكم، فكل قطرة ماء فيه تستنزف النبعة، وما صلبوا إلاه حين تزاحمت مسامير من مروا، فلا بورك المسعى خناجرهم سم يعاقر قلبه، وكل على اسم الله يطعنه تسعى، وعاشرة تلك المخالب تفتري على ظهره المسلوخ أن خالف الشرع. فيا أمة لليم ألقت كبيرها، وجاءت إلى فرعون تسأله نفعا، وخلت لهامان الأعاجم بابها، فعاث بها هتكا وعاث به قرعا. ويا وطنا أحكي ويخرسني، ألا أذنت لهذا القلب أن يخرق الضلعا؟ ويا وطنا تهنى بسكرة حبه، فضقنا به حبا وضاق بنا ذرعا. ويا وطنا لذنا بخرقة ثوبه، ليمنحنا دفئا فأشبعنا رقعا. وثارت على الأصنام غيرة فأسه، فصار اتباع الكفر في فأسه طبعا. حنانيك ما عادت لنمرود جذوة، من النار لم تشبع بصلصالنا قمعا. حنانيك أوراق الخريف تعملقت، وعاثت بطين القلب تنزعه نزعا، فلا زمزمت دفء الحياة بحجرها، ولا تركتنا بعدها نبتغي زرعا، ولا آنست من جانب القلب دفقة تعين رماد العمر كي يمسح الدمعة. فيا مصر إني
قد أتيت محملا بما يحمل الزيتون من خضرة المرعى، حمامي ذبيح لست أسمع نوحه، غفى الناي لما جئت أقرضه سمعا، وفي جعبتي ليل تقهقر بدره، فلما أرادوا نومه أيقظ الشمعا، فخلي أباريقي تقطر صبحها، لعلي على خديك أستجمع النبع، لعلي على خديك أستجمع النبع. من هم أولئك الذين تقطر سيوفهم سما أو خناجرهم؟ كل من أراد ويريد بالعراق سوءا، على اختلاف طوائفهم، مذاهبهم، فرقهم، توجهاتهم، على اختلاف توجهاتهم السياسية، الدينية، المذهبية، العرقية، كل من يريد بالعراق سوءا. هل العراق قطر دمه، قطر سيفه من دم العراق؟ هل العراق قابل لأن يرتدي ثياب الحب، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه؟ نعم، عبر التاريخ هذا البلد من أكثر من 6000 سنة كلما يمر بمحنة بهذا الشكل يعود أقوى من الأول، ولا يعود إلا بالحب. هناك ملاحظة، أعداء العراق يراهنون دائما على فرقة هذا الشعب. نعم، هم لا يعلمون لغبائهم أن هذا الشعب لا يتفرق. عبر هذا التاريخ الطويل، ما يعني العراق كل من يأتي يسير بقاعدة فرق تسد، وفي أول منعطف يكتشف أنه فشل في ذلك. الشعب العراقي شعب واحد من زاخو إلى الفاو، وهذا الأسطورة العنقاء حقيقة يفترض أن تبدل، كما قال أحد أصدقاء قبل أيام، يجب أن تسمى أسطورة العراق مصدرة العنقاء. الله، هل رأيت بلد يحتل ثم يؤمن المحتل بدين ذلك البلد؟ حدثت في بغداد أيام المغول عندما أسلموا. نعم، هذه لم تحدث عبر التاريخ إلا في العراق. إلا في العراق. نعم. الآن رغم كل ما يمر في مر به العراق، لابد أن يعود العراق أقوى مما كان. كما قال صديقي، سينتصر العراق بإذن الله. كما قال صديقك، وسيبوء بالفشل كل من يتربصون به سوءا. نعم، قال معتصم السعدون، كتبوا على ظهر الجواز عبارة: لابد أن يلد العراق عراقا. كانت هذه خاتمة لقصيدة رائعة لإحدى قصائد معتصم السعدون التي أرسلها لي، فقلت له: لا، لن أجيبك بكلام عادي، سأكتب قصيدة بسبب هذا البيت. خذنا إلى القصيدة التي كتبتها بسبب ذلك البيت. من المفارقات أنني كنت في الشارقة حينها، فلما أرسل لي القصيدة، من المفارقات أنا أحتاج إلى هدوء دائما، ففتحت الماء البارد، وضعت رأسي تحت الماء البارد وأنا أمسك بالهاتف بهذه الطريقة، فأنا تحت الماء وأكتب القصيدة. هذه قصيدة غرباء، أسمعنا إياها. أقول: أشد الغربة إيلاما أن تكون غريبا في وطنك، فإلى المغتربين في أوطانهم غرباء. ذابوا ببابك لوعة وعناقا، ذابوا ببابك لوعة وعناقا، لما قضت كف الفراق فراقا، هاموا عطاشا يطلبونك بعدما أسقيتهم كاس الغرام دهاقا، مروا على رمل الفؤاد عشية واستودعوا قلب الخطى أشواقا، قد الحنين إليك ثوب صباحهم فانداحت الظلمات منه دفاقا. الله الله. هم أدمنوك وكنت أول زرعهم، فعلام تشبع عودهم إحراقا، أفكلما طوقتهم بجراحهم حنوا إليك وكسروا الأطواقا، حتى إذا جاءوك يوسف قلبهم ألقى القميص وقبل الأحداق، حتى إذا جاءوك يوسف قلبهم ألقى القميص وقبل الأحداق، من طينة الوجع القديم وجوههم، والدمع ينحت بؤسهم أعذاقا، وعلى الجفون رست سحائب وجدهم، نثت على شجر اللقا إشراقا، فلئن ذكرت بقربهم لساقطت قبل الخريف قلوبهم أوراقا.
فإذا ذكرت بقربهم لساقطت. فلا إن ذكرت بقربهم لساقطت قبل الخريف قلوبهم أوراقا. كانوا إذا ذرفت عيونك دمعة خاضت أكفهم إليك سباقا. كانوا إذا هب النسيم تذكروا أيام دجلة فرتموا عشاقا. قد كنت سيد حلمهم يا حلمهم أتراك تبصر في العراق عراقا. أتراك تبصر في العراق عراقا. حتما سنبصر في العراق عراقا وسنذهب إلى عراق سيفاجئك الآن في فقرة معتاد على تقديمها في هذا البرنامج وهي فقرة قصيدة للوطن. سنتابعها ومن ثم هناك كلام سيفرض نفسه على كل منا. ما رأيك؟ إن شاء الله. مشاهدينا نخرج الآن وإياكم إلى فقرة قصيدة للوطن ومن ثم نواصل هذا الحوار الرائع الماتع رفقة الشاعر العراقي دكتور صلاح الكبيسي. ابقوا معنا. لا تطرق الباب، لا تطرق الباب، تدري أنهم رحلوا. خذ المفاتيح وافتح أيها الرجل، أدري ستذهب تستقصي نوافذهم كما دأبت، وتسعى حيثما دخلوا تراقب الزاد هل ناموا وما أكلوا، وتطفئ النور لو مرة فعلوا، وفيك ألف ابتهال لو نسوه لكي بهم عيونك قبل النوم تكتحي. لا تطرق الباب، كانوا حين تطرقها لا ينزلون إليها، كنت تنفعل ويضحكون وقد تقسو فتشتمهم، وأنت في السر مشبوب الهوى جذل، حتى إذا فتحوها والتقيت بهم كادت دموعك فرط الحب تنهمل. لا تطرق الباب، من يومين تطرقها لكنهم يا غزير الشيب ما نزلوا، ستبصر الغرف البكماء مطفأة أضواؤها وبقاياهم بها همل، قمصانهم كتب في الرف أشرطة على الأسرة عافوها وما سألوا، كانت أعز عليهم من نواظرهم وها عليها سروب النمل تنتقل، وسوف تلقى لقا كم شاكسوك لكي تبقى لهم، ثم عافوهن وارتحلوا. خذها، لماذا إذن تبكي وتلثمها؟ كانت أعز مناهم هذه القبل. يا أدمع العين، من منكم يشاطرني هذا المساء وبدر الحزن يكتمل؟ ها بيتي الواسع الفضفاض ينظر لي وكل باب به مزلاجها عجل، كأن صوتا يناديني وأسمعه، يا حارس الدار أهل الدار لم يصل. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، ولا نزال في هذا العدد وفي رحابه من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد رفقة الشاعر العراقي دكتور صلاح الكبيسي.
لا تطرق الباب، تدري أنهم رحلوا، خذ المفاتيح وافتح أيها الرجل. ما هي حكاية هذا الرجل معك؟ وجدتك ونحن نتابع هذه القصيدة قد غرورقت عيناك، هل من سر وراء هذه القصيدة أم وراء شخصية صاحبها؟ السر في الجانبين. أولا، أنا لم أتأثر في حياتي بشاعر قدر تأثر بعبد الرزاق عبد الواحد، ويشرفني كثيرا أن الكثيرين كانوا يقولون أن صلاح الكويسي خليفة عبد الرزاق عبد الواحد. كنت أفتخر جدا وما زلت أفتخر جدا، وإن كان هو يقول عن أستاذه الجواهر رحمه الله عندما يقول أضع رأسي موطئ أقدام الجواهري، فصلاح الكويسي يضع رأسه موطئ أقدام عبد الرزاق عبد الواحد. ذكريات لا تنسى لك مع هذا الرجل؟ نعم. تفرض نفسها الآن عليك في كل قصيدة. يعني أضرب لك مثال بسيط، قصيدة يا صبر أيوب عندما قراها عبد الرزاق عبد الواحد بقيت أبحث لمدة 4 سنوات عن الديوان لما كنت أملك القصيدة، وجدته بعد 4 سنوات، فأقسمت أن أشتري 4 نسخ، 4 نسخ من 4 نسخ من الديوان. فأنا اشتريت 4 نسخ، كنت طالبا في الكلية في وقتها، تعلقت بقصائدي بشكل لا يصدق، لأني أشعر أنه صوت العراق، وفعلا في رثائه وصفته بهذا الشيء. قابلته في ذات محفل؟ نعم. والسر الثاني أن هذه القصيدة التي عرضتموها الآن في منزله قبل وفاته قرأناها أنا وإياه سوية، وكانت مسجلة عندي في تصوير فيديو. أنا طلبتها منه لأنه تعجبني هذه القصيدة كثيرا، فهي وقصيدة أخرى أيضا كانت، فقرأناها سوية في منزله أنا وإياه، واكتشفت فيه شيء أنه رغم يعني قبل وفاته بأشهر قليل، رغم أنه تجاوز 80 ربما من عمره في وقته في حينها، كان يحفظ كل قصائده ما شاء الله، علما أنه نشر 59 ديوانا، لأنه في قصيدة كنت أمازحه وكان متعب جدا عائد من رحلة علاج، فكنت أمازحه، ذهبت زوجته أم خالد تحضر لنا قهوة، فأردت أن أمازحه فقلت له بما أن أم خالد ذهبت أفهمني لمن كتبت هذه القصيدة، لمن منهن يكاد يقتل يأسا لا تزيديه، فقال لي اسكت لا تكملها إلى أن تعود أم خالد. لما قال أنا كتبتها لها عندما كانت طالبة في كلية الطب ما شاء الله. فلما حضرت أم خالد قال لها الدكتور يريد أن يقرأ لك قصيدة يكاد يقتل يأسا لا تزيديه، فقرأتها بصوتي، هناك كلمة أنا نسيتها في أحد الأبيات فذكرني هو بها، علما هو كتب القصيدة أعتقد في الستينات. يا إلهي ما شاء الله. فما زال يحفظ قصائدي بشكل. فهذه القصيدة تعرضتمها الآن لا تطرق الباب، حاولت مرة أن أجاري، علما أنني جاريت قصائد عبد الرزاق عبد الواحد أكثر من مرة في قصيدة وجع عراقي لي أنا وما إلى، لكن هذه القصيدة شدة التأثر بها، كتبت البيت الأول ثم تركته. أشعر أنه نفس عبد الرزاق عبد الواحد فيها بعد 2003، وشعرت بأنك لن تتجاوز ما وصل إليه. ربما هو هذا أستاذي ما منعك. هناك يعني أنا جريته في أكثر من قصيدة، لا يا كبير الأرض وجع عراقي وما إلى ذلك. نعم. لكن هذه القصيدة لها وقع خاص. أنه نعم، أشعر حتى حين أقرأها أنا بصوتي أنها تمثل، أتخيل صوته هو. نعم. وأنا بالنسبة لعبد الرزاق عبد الواحد نهر العراق الثالث. الله. حقيقة سار هذا اللقب وكنت أنا أول من أطلق عليه قبل سنوات، فلما توفي أنا كنت في الجامعة أثناء عملي، فوصلني الخبر أن عبد الرزاق عبد الواحد توفي، فكنت متفق مع أصدقائي على أن نذهب إلى مكان كان في معرض بغداد الدولي، فاعتذرت منهم فلاحظوا قال ما بك تغير وجهك، قلت لهم وصلني خبر وفاة عبد الرزاق عبد الواحد، فذهبت إلى غرفة جلست لوحدي، فدخلوا علي قالوا اكتب، قلت معذروني لا استطيع، قالوا لا اكتب، فامسكت الورقه والقلم، لا ادري يومها ان كانت الدموع تعد، لكن لو عدت اعتقد ان دموعي كانت اكثر من عدد احرف الابيات التي كتبتها رحمه الله عليه. ساذكر المقطع الاول فقط من القصيده، لا استطيع ان اكملها كلها. تفضل. اقول مستفعل، هو كان يحب بحر البسيط جدا، وخصوصا عندما يستخدم اللام المضمومة كروي، كثير من قصائدي هكذا، ف
فأردت أن أكتب بهذا الاتجاه. مستفعل سقطت من حجرها فاعل، من ذا سيرعى حروف الشعر يا رجل؟ الله. من ذا سيحكي لكل الأرض عن وطني إن كان صوتك قد أودى به الأجل؟ مذ كنت أحبو بحرفي كنت تمنحني نهرا من البوح لا يقضي ولا يكل، حتى وقفت وصار الكون يعرفني يتمت حرفي وصرت الآن ترتحل. لا أستطيع لكم. رحمه الله. رحمه الله. طرول للخروج إلى فاصل الآن، ومن ثم نواصل في موضوع آخر. نكتفي بهذا القدر بما يتعلق بالراحل الشاعر الكبير والشاعر المهم عبد الرزاق عبد الواحد. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن وإياكم إلى فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. حياكم الله وأعزائنا المشاهدين، ولا نزال في رحاب هذا العدد من بيت القصيد. ولمن التحق بنا الآن أذكركم بضيفنا الدكتور صلاح الكبيسي الشاعر العراقي من مدينة الفلوجة. لو قدر لك أن تصف الفلوجة بسطرين أو ثلاثة، ماذا عساك قائل؟ أمر محرج ليس كذلك؟ قلت لهم مرة، لأن الفلوجة خاضت مع الأمريكان ما خاضت ولقنتهم الدروس، فكتبت مرة: تبت يداك وتبت يا أبا لهب، فلوجة العز لا تجثو على الركب، تبت يداك فلا نار بلا غضب، لملم كلابك قد جئناك بالغضب. فالناس صنفان، ذا رأس وذا ذنب، إن الرؤوس عصيات على الذنب، إن الرؤوس عصيات على الذنب، إن الرؤوس عصيات على الذنب، على الذنب. جميلة هذه السيرة الغيرية المقتضبة التي تعكس صمود الشعب وتكتب التاريخ بمداد من ذهب. باعتقادك، من الذين يكتبوا التاريخ، الصادقون أم المنتصرون أم ربما آخرون غيرهم؟ التاريخ ليس واحد، التاريخ مكعب وكل ينظر إليه من زاويته. ما يدون وينشر يكتبه المنتصرون، لا يشترط أن يكونوا صادقين، لكن ما يكتب عند الباري عز وجل لا يكتبه إلا الصادقون. أحسنت. قد يكذب الكثيرون، يشوهون تاريخ بلد، يشوهون مثل ما حدث في العراق، يشوهون تاريخ العراق، أعداء العراق يشوهون تاريخ هذا الشعب العظيم، لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح. خذنا إلى العراق قصيدة جديدة، ما رأيك؟ ممن تحفظ؟ وجع عراقي؟ وجع عراقي. إلى الوجع إذن، ونتمنى أن يبرأ عاجلا. هذه القصيدة أنا أحفظ كل قصائد بالمناسبة، لكنه للاحتياط. أو سأقرأ لا يا كبير الأرض. تفضل اقرأ ما تريد. ولو أني قرأتها في لقاء. المهم أن نظل في رحاب العراق، لا مشكلة. أو لا، وجع العراقي. إلى الوجع العراقي. وجع العراقي لسبب. وجع العراقي، هذه القصيدة كانت مجاراة لقصيدة أستاذي الراحل الكبير عبد الرزاق عبد الواحد، عندما قال: كنا نقول على المعلق نلتقي، إشارة إلى جسر المعلق. في عام 1991 عندما قصفت الطائرات الأمريكية سقط الجسر، فتم إعادة بنائه مرة ثانية. ففي يوم افتتاح الجسر كتب عبد الرزاق عبد الواحد هذه القصيدة، وكتبت على الجسر. فجاريته بهذه القصيدة وجع عراقي. تفضل. قول: كنا نقول على المعلق نلتقي، ونزيل من بقي الهواجس ما بقي،
ونزف أحلام الربيع لزهرنا ونرد همس العاشقين لزنبقي. الله. كنا نقول غدا سيكبر حلمنا ويفوح عطر الياسمين بخندقي. كنا نقول غدا سيكبر حلمنا ويفوح عطر الياسمين كزنبق بخندقي، وتزور ألواح البنفسج دجلتي، وعلى الضفاف نغيظ كل محدقي. كنا على جسر الرصافة ننثني، كنا على جسر الرصافة ننثني، نهفو إلى عين المها بتعلقي. أجفانها حلم من اللبلاب يفضح شوقه بوح الندل مترقرقي، فنذوب وجدا والهيام رفيقنا. يا عين آسرتي أرمشك معتقي. كنا صغارا كان يسكن دارنا دفء عجيب من هوى متدفق. كنا على الفانوس نجمع ليلنا أرجوحة رقصت كرعشة زورقي. كنا على الفانوس نجمع ليلنا أرجوحة رقصت كرعشة زورقي، كانت أنامل أمنا مسرورة إذ تنثر التحنان دون تملقي. كانت تهدهد من ينام بحجرها. الله. يا كحل دجلة في عيون المشرق. يا كحل دجلة في عيون المشرق. كنا ننام وشمسنا مغرورة بالنرجس المفتون يصرخ أشرقي، وسحائب الألوان تملأ دارنا، والأمنيات الخضر تهتف أبرقي. كنا صغارا كان يفتح بابنا حلم شفيف من شذا متألق، يحكي لنا أن العراق جماله في زخرف الألوان دون تخندق. كنا يا عراق أحبة، ما للأحبة أولع بتفرقي. يا الله، ما للأحبة أودع. كنا يا عراق أحبة، ما للأحبة أولع بتفرقي. وحسرة الزيتون في بلدي، أما ترك الجنات حمامة لمحلقي. يا دجلة الأحباب مات بحجرنا شوق الندى لصباحنا المتورق. يا دجلة الأحباب مات بحجرنا شوق الندى لصباحنا المتورق. كنا صغارا ليت أنا ما كبرنا في دروب من جحيمك نلتقي. كنا صغارا ليت أنا ما كبرنا في دروب من جحيمك نلتقي. كنا نمن على النهار بنظرة حتى دهان الليل دون ترفقي. كنا ندوس الخوف نسفك ليله، يا ويحنا صرنا نخاف ونتقي. كنا ندوس الخوف نسفك ليله، يا ويحنا صرنا نخاف ونتقي. يا أيها القعقاع خيلك ذبحت، والموت ينذر أرضنا بتمزقي. داست فلول الحقد كل كرامة، وتمزق الأخيار كل ممزقي. نهشت سياط الغدر ظهر أحبتي، وعلى شفير الهم يعلق من بقي. وسنابل السبع العجاف تفحمت، شح الإناء وجف عطف المشفق. يا كهرمانة إن كرخك موجع، ملئت جرارك من دماه فأشفقي. والموت يفتح كل يوم سوقه، ويخير التابوت في من ينتقي.
وجع العراق غدا يباع ويشترى. من يشتري وجع العراق المغرق؟ من يشتري وجع العراق المغرق؟ أما من سوق ستنصب لهذا الوجع فيزول وينفض؟ لابد أن ينصب هذا السوق عاجلا غير آجل بإذن الله تعالى. دروس عبر التاريخ تشير أن هذا البلد كلما انتكس عاد أقوى من السابق. أن يكون سوقا هدفه يعني بيع هموم الناس لا اجترار والاتجار بالمزيد من الهموم وأن يدفع ثمنها المواطن والكادح البسيط. أنا في نهاية قصيدة لا يا كبير الأرض كنت أقول في آخر بيتين فقرة. أقول فيها فارفع جبينك عاليا واشمخ بنا فجميع أهل الأرض بعدك ركعوا وجميع من ذاق المواجع يرتمي إلاك تعلو كلما تتوجع. فهذا البلد مهما يتعرض لنكبات لنكسات لمصائب لمحن يعود أقوى من الأول بإذنه تعالى. وأنا على يقين لا العروبة ولا الإسلام لهما أمل في النهوض بدون العراق وبدون الشام. أحسنت قولا وأجدت. لذلك لابد إن لم يكن من البشر فمن رب البشر. أحسنت دكتور صلاح الكوبيسي الشاعر العراقي من الفلوجة. من جديد إلى سؤال ربما يكون مفاجئا، هل ترى أن موقعية المثقف في العراق اليوم فعلا تمأسس لمرحلة مقبلة فيها ازدهار، أم أنك ترى بأن هناك نوع من يعني وضع المثقف على الهامش و يعني إبعاده عن دوائر التأثير التي لربما من الممكن أن تنقل العراق إلى المقدمة وتجعله في مصاف الأمم؟ العراق يعاني من انحدار ثقافي كبير جدا، وليس العراق فقط، أغلب دول الوطن العربي الآن والمجتمعات حتى في بعض الدول حتى غير العربية. لكن دعنا نتحدث عن ظروف المثقف العربي اليوم، هل هناك فعلا المثقف العربي في العراق أقصد، هل هناك فعلا اهتمام بهذا المثقف أم أنك ترى أن التمييز قائم، الظلم قائم، الاستبعاد قائم، الإهمال، الإغفال، عدم الاهتمام للواقع الثقافي؟ نعم، هناك إهمال كبير للواقع الثقافي في العراق. المثقف العراقي يستحق أكثر مما هو عليه الآن بكثير، ليس في الشعر فقط، في كل جوانب الثقافة. نعم. المثقف العراقي الآن مهمش، لا يحظى بما يستحقه، علما أن هناك فسحات دائما في نهاية النفق لابد أن يكون هنالك ضوء. نعم. لابد لأي نفق مهما كان مظلما النهاية. أن ينهزم أمام الضوء في النهاية. أحسنت. هناك على سبيل المثال في جانب الشعر شارع المتنبي في بغداد، لك مطلق الحرية أن تقرأ ما تشاء، أن تبدي رأيك كما تشاء في شارع المتنبي، فيذهب الشعراء يقرأون قصائدهم. لكن السؤال الآن، من الذي يسمع؟ لا أحد يسمع غير الحاضرين في القاعة. نعم. هناك تغييب للقدوة، تجهيل وتسطيح للعقل، زهد وعزوف من الشارع. نعم، وبالتالي أخشى على الأجيال القادمة أن يكون هناك أمية ثقافية. أتمنى أن توكل الثقافة وكل جوانبها في العراق إلى من يستحق أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. إذن أنت تقر بوجود المرض ولكنك تتمنى أن يتوفر المعالجون. أنا مطمئن أن هناك قادرون على معالجة هذه الظروف الثقافية في العراق، لأن الأمة لا تنهض إلا إذا نهض بها مثقفوها، أليس كذلك؟ نعم. الآن إلى قصيدة جديدة، لك أن تختار موضوعها كما تحب أو أن تختار موضوعها. الجو. طلب مني أن أكتب قصيدة عن لغة الضاد. تفضل. اللغة العربية. أنا أؤمن بنقطة في الشعر. ليس كل ما قيل سابقاً يصلح أن يكرر الآن مرة ثانية. أحسنت. سواء كان كصورة شعرية كانزياح، سواء كلفظة وما إلى ذلك. هذا قول فيه من الحكمة والرجاحة والمعرفة ما فيه. أحسنت. اعتدنا أن عندما نسمع لغة عن الضاد، عن لغة الضاد، اللغة العربية سيذكرنا لغة الضاد ولغة القرآن ولغة العرب وما إلى ذلك. نريد خطابا جديدا. أردت أن أدخل مدخلا آخر، خصوصا أن كان الموضوع كالتالي، هناك يطلب 1000 قصيدة عن اللغة العربية.
سيتم اختيار 10 قصائد فقط، يعني 1%. خذنا إلى قصيدتك ولندع الجمهور ليحكم عما إذا كان فيها تجديد أو غير ذلك. فأردت أن أدخل مدخلا نوعا ما غير متوقع. أنا واثق من أن فيها من التجديد ما فيها لا تقليد، ولكن للجمهور أن يلعب دور الحكم. نعم. تفضل. فأقول القصيدة بعنوان لوحة من حروف الأبجدية. نعم. ذاك أني بعد بيتها السادس سلسلت أحرف اللغة العربية وصف لكل بيت، لكل حرف بيت أو شطر. من دفقة الماء، من دفقة الماء أم من رعشة القصب نالت دوائرها البكماء من صخبي، رجت أباريقها شوقا لآنيتي، فرحت أسكب ألحانا على كتبي. مر الزمان، مر الزمان وما ملت أناملها، شاخ الكمان ولحن الضاد بعد صبي، وألهمت قلبي المغرى بها سببا، فأتبع القلب ما للقلب من سببي. كل اللغات إذا أبصرنا أحرفها قطعنا أيديهن اليوم من عجبي. كل اللغات الذي كل اللغات إذا أبصرنا أحرفها قطعنا أيديهن اليوم من عجبي. أم اللغات وسر الله في قلمي، من أين أبدأ يا نافورة الطربي؟ من قامة الألف الممشوق في ترف، والهمزة التاج كم أعلت من الرتب، أم من قوام حباه الباء برقعه، وجمل الجيم ما يكسوه من جوبي، والدال در أحاط الجيد فاجتمعت عجائب الحسن في عقد من الذهب، وصور الهاء عينا بان بؤبؤها كأنه اللؤلؤ المحروس بالهدب، وعوج ضلع فأهدى الواو طلته وأبدع الزاي بين الريش والزغب. الله. وعوج ضلع فأهدى الواو طلته وأورث الزاي حب الريش للزغب. العاشقون جمال الحرف كم نهلوا من مبسم الحاء طعم الحسن في حلبي. الله. هام الخيال بمن بالطاء تسحرهم من روعة الخط أو من روعة الخطب. السائلون نزيف الياء عن يمن تسبي اليمامة بلا شك، ولا ريبي ردوا خفافا وما ردوا طفولتها، يا همزة الكاف رد اللام للعب. الله. الله. من يا همزة الكاف رد اللام للعب، ردي لميم الزمان الصعب ملعبنا، ولتفعل النون فعل النار في الحطب. من أول الشوق هام السين محتضنا عين العراق وكم في العين من لهب، ليذرف الفاء من جوف الفؤاد لظا ويشعل الصاد صدرا جد ملتهب. فهل أنار جمال القاف ظلمتنا وأيقظ القمر المستور بالسحب، وراح يبحث عن بدر يراودني بالراء عن ريش طاووس وعين ظبي، أو عن شفاه أحال الشين رشفتها شيئا عجيبا فلم تمنع ولم تهبي. يا الله. جميل. فجاء قلبي يشكو سحر أحرفها ويسأل التاء أن توبي فلم تتوبي، وكم أسالت نقاط الثاء دمعتها لينهل الخاء من بستانها الخصب، وتمنح الذال قبل الضاد نقطتها ويشمخ الضاء في نظمي وفي أدبي. وأختم القول بالغين التي غمزت للغيم فانداح في سلسالي العذبي. الله. الله. جميلة. جميلة. أنا سلسلت من الألف إلى الغين. هذا هو الرسم بالكلمات وليست قصيدة. فأنا أسميتها لوحة من حروف الأبجدية. هي رسم لأن سلسلتها بالتسلسل يعني. أصبت وأحسنت. لو أردنا أن نتحدث عن واجبنا تجاه اللغة العربية، هذه اللغة المحفوظة من فوق 7 سماوات، ما الطريقة المثلى أو ما النموذج العملي الذي ترى أننا لو طبقناه ربما نسهم حثيثا برفعة شأن اللغة العربية؟ ما يحضرك من فكرة تنصح بها السادة المشاهدين من أجل أبنائهم؟ تفضل. طبعا هو الحلقة الأولى في سلسلة الحفاظ على اللغة العربية.
هي سلسلة كلها يحفظها القرآن الكريم، لكن الحلقة الأولى تبدأ من المدارس. يؤسفني أننا في بلداننا العربية من يدرس لم يكن طالبا مجتهدا عندما كان طالبا. معدلات القبول تجبره على أن أصحاب المعدلات الأوطأ يذهبون إلى معاهد المعلمين كما لدينا في العراق. هذا خلل يجب أن يعالج مسبقا. هذا واحد. الشيء الآخر، قطعا لا توجد لغة يمكن أن تقارن باللغة العربية بغناها، من المستحيل. لكن حتى نحافظ عليها، إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. أجد أحيانا شاعر على سبيل المثال، لأننا أرى أن الشعر هو قد يكون الوسيلة الأكثر نجاعة الآن بعد القرآن في الحفاظ على موروث اللغة العربية. شاعر يحاول أن يكتب قصيدة، يعتقد أن الجزالة هي المفتاح الوحيد لفتح أقفال القلوب، وبالتالي يعجبون بقصيدتي، فيأتي بكلمات تضطر أن تستخدم المعجم حتى تفهم معناها. هذا خطأ فاتح. لكل زمان، مثلما أن لكل زمان دولة ورجال، فلكل زمان لغة. نعم هي اللغة العربية، لكن على سبيل المثال عندما أقرأ الآن قصيدة لأمرؤ القيس، وهو من هو هذا القامة الكبيرة، هناك كثير من الأبيات لا أفهم معناها بالفعل. يعني تضطر للذهاب إلى المعجم حتى، لكن حينما أريد أن أستمتع أسمع لي دكتور جاسم محمد جاسم. نعم. على سبيل المثال، لماذا يتحدث بلغة سهلة؟ نزار قباني رحمه الله فاق عصره بماذا؟ في عصره كانت الجزالة هي المعول عليها غالبا في القصيدة. هو أتى بأسلوب بسيط جدا، كتب قصائد في غاية الروعة، قصيدة نعم. غرناطة، قصيدة مذكرات عاشق دمشقي بلقيس. وما إلى ذلك، قصائد نزار قباني كثيرة جدا. فليست هذه الكلمات المعجمية ليست هي المدخل إلى اللغة العربية. يجب أن أختار لغة سهلة يفهمها المقابل بسهولة، وخصوصا بالنسبة لطلاب المدارس، باعتبار أننا نقضي في المدارس ما لا يقل عن 12 عاما إضافة للمدارس. نعم. رسالتك إلى أحبتك من شعراء العراق من أجل وطن واحد، ماذا تقول لهم؟ أقول أنا أشهد لهم أنهم يحبون العراق، شعراء العراق. أقول لهم وحدوا كلمة الشعر في حب العراق، لأنه على قلة الخلافات، أو لأقل على قلة الاختلافات وليست الخلافات، ليكون أدق، على قلة الاختلافات فيما بينهم يجمعهم شيء مشترك واحد وهو حب العراق. لا أجد، يعني أنا لم أجد شاعرا عراقيا كبيرا لا ينال العراق الجزء الأكبر من قصائدي. والآن ذكرت أسماءهم، الغالبية العظمى منهم يكتبون، وحينما يقرؤون قصيدة عن العراق يبكوك. وحينما تود إرسال رسالة حب ووفاء للعراق الذي تنحدر منه شاعرا ودكتور ومربي أجيال، رسالتك إلى العراق رسالة يسجلها التاريخ، ماذا عساك قائل؟ صعبة. لو وضعت ديواني كله تحت أقدام العراق لن يكفي أن يستحق أن يكون سطرا في رسالة توجه لهذا العراق. ربما بقصيدة ذكريات وطن كتبتها قبل فترة بسيطة، على أثر حادثة بسيطة فكتبت القصيدة. ليتك تقرأ أول 4 أبيات منها لأن الوقت داهمنا. نعم، هو سأقرأ 4 أبيات فقط. تفضل. قول طرقت بابك مشتاقا إلى وطني، إني على العهد لم أجزع ولم أخن، تركت قلبي في أحضان ضفته يهدهد النبض لو ردت به سفني، ناغيته زمنا إذ كان يسكنني، وكنت أقطر في عينيه من وسني، فإن غفونا رسمنا الحلم مشتركا، نصف هواه ونصف كله شجني، نصف هواه ونصف كله شجني. وما أحلاه من ختام. دكتور صلاح الكبيسي من العراق، كنت ضيفا طيبا مبدعا، حللت أهلا ونزلت سهلا أيضا في الختام ببرنامجنا بيت القصيد، ونتمنى أن تتسع الأيام كرما بما يتيح لنا تكرار مثل هذه اللقاءات العذبة والجميلة. لي كل الشرف أن تكرموني باستضافتكم اليوم، و
جميل جدا أن يوصل المرء صوته إلى الآخرين. شكرا جزيلا لكم، استمتعت بمقابلتك قدر ما استمتعت بقصائدي. نحن أكثر سعادة. شكرا دكتور صلاح. الله يبارك. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. نلتقيكم لاحقا بإذن الله رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله.